بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة أحبتي. استكمال لموضوعنا فيما يخص مدخل إلى علم وممارسات أصول التربية الحديثة، سأتناول في هذا الفيديو التمييز بين التعلم والتربية. كيف نميز بين التعلم والتربية؟ هذه فكرة مهمة جدا جدا أحبتي. أرجو من يعني من أراد منكم إتقان فكرة أصول التربية يجب أن ينتبه إلى هذه الفروقات. يقول لي كيف نميز بينهما؟ نقول هنا مباشرة أن التعلم أكبر بكثير من التربية، فلكل منا ميل فطري نحو التعلم. كما تحدثت في الفيديو السابق، الولد الصغير يتعلم من أهله، مثلا الطفل يلتحق في نادي كرة قدم يتعلم كيف يلعب الكرة، يتعلم بمعهد اللغة الإنجليزية، يتعلم كيف يتقن اللغة الإنجليزية. إذا هي أول، التعلم هو عبارة عن ميل فطري، ميل فطري، كل البشر ترغب في تعلم أي شيء، يعني عفوا حتى في هذا الكلام، حتى السارق يرغب في تعلم كيف يسرق بطريقة محترفة، إذا التعلم ميل فطري، غالبا حياتنا كلها تعتمد على فكرة التعلم. نتعرض له في حياتنا اليومية من خلال الحوار، الكلام، الحديث، مشاهدة البرامج، مشاهدة الفقرات على اليوتيوب. كل هذه عبارة عن تعلم. يغير التعلم من البشرية والثقافة، وهذه فكرة مهمة جدا. التعلم بإدراك أو بدون إدراك يقودنا إلى تغير من سلوكنا البشري وتغير في ثقافتنا. تعتمد الفكرة في مغلبها على فكرة التعلم. بريطانيا العظمى عندما احتلت الدول أو سيطرت عليها في سيطرة الإمبرياليزم، فترة الهيمنة الاستعمارية، نقول هنا شرعت بإنشاء جامعات تعتمد على فكرة التعلم. يعني مثلا في فلسطين أنشأت مثلا معهد الحقوق البريطاني في القدس، وأنشأت الكلية العربية أيضا في القدس. في مصر جامعة القاهرة كانت تابعة لجامعة القاهرة. جامعة الخرطوم في السودان كانت تعرف بكلية جوردون سابقا، وهي أيضا تابعة لجامعة لندن. أيضا في الهند أيضا أعتقد جامعة نيودلهي، هذه الجامعة كانت أيضا تابعة لجامعة لندن، إمبيريال كوليج طبعا ما تعرف. أيضا في باكستان على نفس النمط، فغالبا كان يعني تغيير، يعني هي الفكرة من خلال التعلم تغيير من سلوك البشر والثقافة السائدة في تلك المجتمعات حتى يتماشوا مع الثقافة البريطانية. هذا مهم جدا، يعني أنا أطرح هذه الفكرة مهمة جدا. هذه الفكرة فكرة نقد الفكر التربوي الحديث، فكر أصول التربية الحديث. أيضا أما التربية، لاحظ هنا مهم جدا، أما التربية من اسمها قدرة بشرية غريبة على التعلم بطريقة واعية وموجهة. هي قدرة بشرية تقودها بشر مبرمجة واعية وموجهة تؤدي بالنهاية إلى التعلم، لاحظ، لكنها ماذا؟ ليست ميلا فطريا وليست بشكل يومي، وغالبا غالبا طبعا، لكنها يمكن أن تغير من البشرية والثقافة. إذا هي واعية وموجهة وليست فطرية. تصاغ هذه القدرة ضمن مؤسسات رسمية للتعلم مثل الجامعات والمدارس. مهمة جدا أنا عندي هذه الفكرة. إذا عرفنا التعلم ميل فطري بشكل يومي بديسبلين مختلف أو بتخصصات مختلفة، أما التربية فهي منظمة وواعية وموجهة ولها معاهد خاصة مثل المدارس والجامعات والمعاهد العليا. التعلم الرسمي وغير الرسمي أيضا مهم جدا. هنا التعرف على كلمة، على مقترح التعلم الرسمي وغير الرسمي، تجارب في التعلم والتربية، نتعلم في المنزل أو في حياتنا اليومية أو من أخطائنا ونجاحاتنا إلى آخره. يسمى هذا التعلم تعلما غير رسمي، هذا تعلما غير رسمي، لأننا هنا نتعلم بشكل تلقائي. التعلم خلال العمل مثلا تتعلم مثلا كيف أن تنسخ، كيف تحضر مثلا الأوراق مثلا، هذا نسميه تعلم شبه رسمي. التعلم الرسمي في المدرسة أو في الجامعة أو في المعهد هو تعلم رسمي، هذا تعلم له أصول ومبرمج وله سياق عام. يحصل التعلم المدرسي والجامعي
بين قوسين الرسمي عبر عملية مصممة ديزايند تقود إلى إتقان مهارة وجعل الشخص خبيرا فيها. بالنهاية هدفها أنه يتقن الشخص مهارة معينة وجعله خبيرا في هذه المجال قدر الإمكان. التعلم الرسمي يبني الطفل معرفته في المدرسة، والتعلم الوصول إلى النتيجة بشكل مبرمج في التعلم الرسمي يبني الطفل، لو قلنا تحدثنا عن الأطفال، يبنيه في المدرسة، وتعلم الوصول إلى النتائج بشكل مبرمج ومقصود ومؤطر له. أما التعلم غير الرسمي يبني طفل المكعبات، مثلا مكعبات الليجو الشهيرة، يستمع لوالديه لإخوانه، يقلد كلامهما، يتعلم كيف يقطع الشارع، يتعلم كيف يعد المال، هذا كله تعلم غير رسمي. يتكون التعلم الرسمي أو المدرسي من مجتمع تعلم، مكان وزمن ومعلمين، من منهج مخطط له مبني للوصول إلى معلومة ما، أصل تربوي في النهاية. الأصل التربوي، لماذا علمناه نحن؟ لماذا أعطنا هذا المنهج؟ ماذا سيحصل المتعلم من هذا المنهج؟ ما هي الفائدة التي تعود على المجتمع وعلى نفسه في النهاية بعد أخذه لهذا المنهج؟ أما التعلم غير الرسمي فهو يحصل في كل الأوقات وغير مخطط له خلال الحياة اليومية. هنا عندي لا يحصل في كل الأوقات، لأنه له مكان وزمن ومعلمين محدد بفترة زمنية، وله ناس تعطيه. يأخذ طابعا حيا، هنا يأخذ الطابع منهج كتاب، هنا يأخذ طابع معاملات انتر اكشن، هنا أصل تربوي، لأنه أصل تربوي يعني بالنهاية إلى ماذا يقود، هنا لأنه موقف حياتي، لا أحد يعرف متى تعلم ومتى لم يتعلم، لأنه يجيء ويذهب بشكل شبه عشوائي في هذا الإطار. أيضا هنا لهذا السبب، حتى يكون كما تحدثنا في السلايد السابق، حتى يكون يعني مصمم التعليم، وهنا منهج مجتمع متعلم أصل تربوي ومنهج، فهو له أنشأت معهد التربية الحديثة، فكرة حديثة جدا أنشأت حوالي في أربعينات القرن الماضي، أنشأت في القرن الماضي، حيث تبني مجتمعات التعلم أسلوب إدارتها وقواعدها، تغطي المناهج والمقررات في الداخل، لها أصل تربوي، كتب ومحاضرات ونقاشات في هذه الحالة. طبعا هنا تبني أسلوب إدارتها، يعني مثلا تعتمد على التعلم الرقمي، التعلم المدرسي في مدرسة، التعلم الحديث مثل الطريقة البنائية التي عرضتها في فيديوهات خاصة عن العملية التربوية، التعلم المعياري في المناهج، هل هو تغطي المنهج طريقة معيارية أو منهج خاص في كل مدرسة كما يحدث في شهادة البكالوريا الدولية، لها أصل تربوي، هل هي تعتمد على التعلم النشط، التعلم الذاتي، التعلم التعاوني؟ إذا هذه هي فكرة المعاهد الحديثة. أنماط الأصول التربوية، أيضا هنا مهم جدا هذه أنماط الأصول التربوية. الأصول التربوية ثلاثة أنماط: الأصل التقليدي، التعلم يقود المعلم، عفوا، يقود العملية التربوية، هنا المعلم يقود، عبدالها عزيز، المعلم يقود العملية التربوية، الإلقاء، المحاضرة، تسجيل الملاحظات من الطلاب حتى يذاكروها في المنزل. هذا الأصل الأول، يعني الأصل التربوي، البيداغوجي. يوجد عندي أيضا الأصل الحديث، يعني هو غالبا ظهر في نهايات القرن الماضي بعد تطورات وفلسفات جون ديوي وجونز وتومسون في الولايات المتحدة الأمريكية. الأصل الحديث وغالبا ما ترتكز على فكرة أن الطالب هو محور العملية التربوية، غالبا جون ديوي، بيانجي، هؤلاء رواد هذا الفكر، أن الطالب هو محور العملية التربوية، يعني نضعه في ضمن إطارات ونقاشات معينة حتى يصل إلى نتائج تربوية محددة. الأصل الانعكاسي، وغالبا هو متعلق بزماننا، مثل يعني هو يتعلق شبكات الإنترنت ومجتمعات المعرفة والنقد الذاتي. الأصل التربوي الانعكاسي غالبا ما يعتمد على كيف ينظر الأستاذ إلى نفسه، يضع نفسه المعلم مكان الطالب، ماذا يعتقد بنفسه أنه سيعمل لو تعرض للموقف الفلاني أو الموقف الفلاني في خلال إلقائه للدرس أو إعطائه لعملية الدرس، سنتعمق فيه لاحقا، لكن هو غير متعلق في زماننا الحالي يعني غالبا، وينتشر بشكل كبير شبكات الإنترنت ومجتمعات المعرفة.
علم التربية إذا نستطيع أن نعرف بداية هو الطريقة منظمة لدراسة الشكل العام للتعلم والدراسة، تعريف قد يقبل من المجتمعات. علم التربية هو علم كيف نقود الشخص نحو التعلم، أيضا علم هذا تعريف مقبول من المجتمعات العلمية التربوية. علم التربية علم قياس تعلم العلوم، وهو كيف نقيس بأنك تعلمت، كيف نعرف أنك ستتعلم. هؤلاء ها ها هذه التعريف هي التعريف المهمة في علم التربية. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.